هاد الوثيقه كنخصنا نتوسطو بها مع الاستدعاء، لان كيفاش دابا غادي تعرض علينا وغنصدقوا عليها؟ ما يمكنش غتعرض علينا وغناقشوها وغنصدقوا عليها، على الاقل كنا نقراوها كانت عندنا تكون الفكره مسبقه عليها. حاسين بان ربما هادي بحال اللي كنديرو اول مره. واحد الشحنه ربما كاين شويه غير فات فات الانسانيه. علم ان حتى المراه جلسه تاريخيه بالنسبه لذلك السي الرئيس انت تكون حاضر لان قدر يتكرر هذا الشيء. مستشار غادي يعقب على مستشار في نقطه نظام ولا شي حاجه من هذا القبيل، حاول باش تسير الامور مزيان. شكرا جزيلا. شوف واليوم المستسلم جميعا تنشكرهم بزاف، حيت عرفوا الوضعيه ديال الساكنه وبصوتوا بالاجتماع. تنشكرهم بزاف على هذا البرنامج العام للجامعه اللي هو لا بلاتفورم ديال المدينه السطيب ان شاء الله من 5 سنوات، وحنا ان شاء الله غادي نخدموا بجدين على مشاركه مع المجلس كامل. السيد الرئيس باعتبارك انت رئيس دابا بالنيابه وكتشرف عند السير المجلس، وشنو التعليق ديالك على كيفاش تلاقيت الخبر ديال اعتقال الرئيس؟ هذيك مفاجاه شنقول لك انا ما كنتش ناوي هذا الشيء يكون، واني هذا قدر الله، هذا قدر الله ما عندنا ما نديرو. كاين بزاف ديال المعاركه السياسيه وكذا، وهذا الشيء ما نقدرش انا كاين التصريح هذا الشيء. دابا انت اليوم حيت ما كانش مقرب لي بزاف وصافي. انت اليوم كرئيس المجلس يعني النيابه في هذه اللحظه هذه، شنو الرساله ديالك لاعضاء المجلس وكافه الفعاليات السياسيه والساكنه؟ تنقول لهم سيروا في اتجاه ديال الساكنه، مطالب ديال الساكنه. حنا اليوم خصنا نخدموا على سطيبي يردوها مدينه، ما نبقاوش شبه مدينه. خدموا على البنيه التحتيه كامل، وعاد من بعد نفكروا في المشاريع اللي تكون فوق البنيه التحتيه. التعليق ديالك على المنطقه الحساسه وشنو اللي ساكت وجه لذوي الحقوق؟ ذوي الحقوق انا تنقول لهم من نهار حقكم تاخذوا لي زون دروا هي ذوي الحقوق، نهار اللي نفرغوا الفرشه المائيه وفيه من رانا درت معاهم استجواب وراه فهموا الوضعيه ديالهم، لان هذاك مشروع ملكي ما يمكنش شي واحد يقلق. بالنسبه لي انا رئيس ونكون تما نتحيد، حيت القانون فوق كل شيء، فهمتي؟ اليوم غدا بغدا انا كاع الناس ديال الانتقاد 100% 100% علاقتكم مع السلطه الجديده مخيره جدا.